معنا معايا. الفيديو ديال اليوم عبارة عن تحلية سهلة وسريعة كيف ما عودتكم، هاد السلسلة ولا هاد الأنواع من التحلية مكونات بسيطة وعلى قد الجيب وما كتطلبش منا مجهود كبير، وكنحاول أنني ما نستعملش فيها المواد الحافظة ومواد كالجيلاتين والقائمة طويلة. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو 200 ملل من الكريمة السائلة، هنا استخدمت غلالة اللي طلعتها تطليعة كاملة. كنحتاج علبة من يوغورت فواكه الحمراء، علبة من يوغورت بدون سكر، وجوج المعالق ونص ديال الكراميل، هذا صنع منزلي، أو بسكوي على حسب الاختيار. أنا استعملت هذا بنكهة الكوك، كيعجبني هذا البسكوي في هذه الأنواع، يعني كنديرو قاعدة التحلية ولا بين الطبقات فكيعطي واحد اللذة زوينة. كما بإمكانكم أنكم تستغناو على دانون طبيعي والكراميل وتعوضوه بحكة من قشرة الحامض ودانون بنكة الحامض، ولا يوغورت بنكة الحامض ونص معلقة صغيرة ديال بنكة الحامض اللي كتباع واجدة. تستعملوا يوغورت كراميل تحيدوا هادو بجوج، ولا تستعملوا يوغورت شوكولا، يعني على حسب الاختيار. هاد التحلية أساسا كتكون بالكريمة واليوغورت، لذلك نبداو على بركة الله. بما أنني غادي نستعمل جوج ديال الطبقات أو جوج النكهات، فكنحاول أنني نقسم الكريمة ديالي بحال نستعمل 100 ملل لكل نكهة. الطريقة فبالنسبة لهاد الجزء كنضيفلو يوغورت بنكهة فواكه الحمراء، كنحاول ندخلها دون ما نهبط الكريمة، بحال كنشكل نصف دائرة من الأسفل للأعلى. كيف ما يمكنكم تضيفوا القليل من نكهة الفواكه الحمراء أو الفريز إلا بغيتو تعززو اللون أو المذاق، أنا كنكتفي بها هكا كيجي المذاق باين. بالنسبة للجزء الثاني فكنضيف له يوغورت طبيعي بدون سكر. راه هاد الكلاص بامكانكم انكم تعملوه طبقات وتدخلوه المجمد، عفوا هاد التحلية تعملوه على شكل كلاص كتجي هائلة بلا ما تضيفوا لا جيلاتين لا والو، كتجي الكريمة شادة راسها والقوام ديالو متماسك. كنحاول انني ندخل فيها دانون كراميل بدون ما نهرس الكريمه ديالي. كيفما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الكريمه، كتجي واقفه شاده راسها. كيفما كتشوفوا هنا فشكلت واحد مجموعه من الكؤوس، كنوضع طبقه من موز الكراميل، طبقه من البسكويت، طبقه من موز الفواكه الحمراء، كيبقى على حسب الاختيار. كيفما كتشوفوا لا موز شاده راسها خدمت بها مباشره ما دخلتهاش للثلاجه. هنايا وضعت طبقه الموز الفراوله هي الاولى، بسكوي كراميل، يعني كيبقى هاد طريقه التشكيل وطريقه الخدمه على حسب الاختيار. هنايا كتشوفوا وضع طبقه من موس الكراميل، من الاحسن لكم يعني السيده اللي عندها البوش خدمت بوش، ف خدمتو كتكون اسهل ونقيه. انا في التحليات السابقين كنت كنخدم به، لذلك بغيت نشارك معكم الطريقه. المعلقة اللي تكون الخدمة شوية خصك تنطفي، باش يجيونا الكوس ديالنا رقيقين ومقادين
من بعد كنضرب طبقة من البسكوي. كنضرب طبقة أخيرة من موس فراولة. كتشوفوا عاقدة شادة راسها. يمكنكم تضيفوا بين الطبقات حتى المكسرات ولا قطع من نوع الفاكهة اللي مستعملين، مثلا هنا استعملوا قطع من الفراولة أو قطع من الفرومبوز، ولكن كنصيحة إلا كنتو عتبيتوهم ولا تحتفظو فيهم للغد يعني أكثر من ما تستهلكوهمش، في نفس الوقت من الأحسن تبتعدو عن الفواكه حيت كيطلقو لنا الماء. خصوصا إلا كانو في الوجه ماشي مشكل، المشكل هي بين الطبقات. نحاول أنني ننظف كاس. نتمنى الطريقة تكون واضحة. أنا غادي نستمر في تشكيل الكؤوس ديالي، نرجع معكم باش نشوفوا طريقة تزيين طريقة التقديم. هذا هو الشكل النهائي نتاع التحلية ديالي من بعد ما درتها في الثلاجة تبردات مزيان شدات راسها. من بعد زينت انا بالقلي ديال الفرومبواز والقليل من اللوز ايفيلي. هادشي بالنسبة للكؤوس اللي وضعت فيهم طبقة الكراميل هي اللي الفوق، اما بالكؤوس اللي وضعت فيهم طبقة ديال الفواكه الحمراء هي اللي الفوق، فزينتها بالحبات من الفرومبواز والقليل من صوص الكراميل. كما كتشوفوا تحلية عاقدة شادة راسها. واحد اللذة زوينة بزاف البنات، ديك النكهة ديال الكراميل مع الحموضة ديال الفرومبواز والنسمة ديال الكوكو اللي في البسكوي، خصنا واحد المزيج ديال النكهات زوين بزاف. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هاد التحنية، كتجي زوينة بزاف. الا كنتو اول مرة تزوروا القناة ديالي ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وتابوناو في لاشين. استودعكم الله.